السلام عليكم، عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. النهاردة هنشرح ايه هو النظام الالكتروني للتحكم في كمية الحقن بنظام GM، يعني General Motors. وهذه شركة امريكية ليها نظام في التحكم الالكتروني في كمية حقن وقود الديزل. فهنا هنشوف المدخلات اللي هي جميع انواع الحساسات ووحدة التحكم الالكترونية اللي بتقوم بترجمة هذه الاشارات من الحساسات وارسالها الى المخرجات اللي هي الرشاشات عبر وحدة التوزيع الالكتروني. وعندنا اتصال في جهة اليمين، اتصال تشخيص الأعطال، وهي عبارة عن فيشة من وحدة التحكم الإلكتروني متصلة بوحدة التحكم الإلكتروني. هذه الفيشة يتم تركيبها في فيشة أخرى في جهاز كشف الأعطال لمعرفة العطل الموجود في دائرة المحرك. وعندنا ضوء اختبار المحرك، عندما يكون في عطل في أي جزء من جزئيات أو حوالين المحرك، فإن ضوء اختبار المحرك يعطي يعمل إضاءة، ومنها نعرف إن في عطل في المحرك أو في ملحقات المحرك. وفي ضوء عند توقف المحرك بيبين لنا إن المحرك توقف. إنما اللي عايزين نشرحه النهاردة هو النظام الإلكتروني للتحكم في كمية الحقن بنظام شركة جنرال موتورز. يبقى التحكم الإلكتروني في كمية الوقود المحقونة والمستخدم بنظام جنرال موتورز، أول حاجة المدخلات. المدخلات هي الإشارات الكهربية المختلفة التي تستقبلها وحدة التحكم الإلكتروني. والمدخلات هي واحد حساس قياس توقيت حقن وسرعة الدوران، اتنين حساس قياس وضع بدال الوقود، تلاتة حساس قياس الضغط، أربعة حساس قياس درجة حرارة زيت التزييت، خمسة حساس قياس ضغط الزيت، ستة حساس قياس درجة حرارة المحرك. يبقى ديت هي المدخلات اللي بتودينا الإشارة الكهربية إلى وحدة التحكم الإلكتروني اللي هي إيه؟ ACU. يبقى كل هذه الحساسات تعمل على التعرف على حالة الموتور وظروفه أثناء التشغيل، وتعمل على إعطاء إشارات كهربية إلى وحدة التحكم الإلكتروني ACU، الذي بدورها تترجم هذه الإشارات عن طريق وحدة البرمجة الداخلية التي هي بمثابة كمبيوتر، وترسلها وحدة التحكم الإلكتروني إلى مخرجات والتي تتحكم في تشغيل الحواقن. الحواقن اللي هي ايه؟ الرشاشات، لكي تتحكم في كمية الوقود المحقونة لكي تتناسب ظروف عمل المحرك المختلفة. وكما هو مبين بالشكل، توجد تغذية خلفية من وحدة التوزيع الإلكتروني ADU إلى وحدة التحكم الإلكتروني ACU. وهذه التغذية الخلفية تبين مدى تنفيذ الحواقن لأوامر وحدة التحكم الإلكتروني. وبذلك يكون انتهينا من الدرس. وبس عايزين نعرف أن النظام الإلكتروني General Motors هو من أفضل أنظمة التحكم في كمية الوقود المحقون، وهي شركة أمريكية وبتشتغل في السيارات اللي هي التابعة لجنرال موتورز. وفي النهاية أتمنى ليكم التوفيق والنجاح.